والأصل في ميادنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. كل هذه القواعد التي ذكر في هذه الأبيات ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهو قد ذكر بعد هذه القاعدة جملة من القواعد: الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه القواعد مما يتفرع عن تلك القاعدة ولها بها صلة. أول ذلك قال رحمه الله: الأصل في مياهنا الطهارة. الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، وقيل ما يتفرع على غيره، هذا تعريف الأصل في اللغة. وأما تعريفه في استعمالات العلماء، فالأصل في كلام العلماء يطلق على أمور، يطلق على الدليل، فتقول: الأصل في الطهارة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. معنى الأصل هنا الدليل. الأصل في إباحة البيع قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا بمعنى الدليل. يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، وهذا هو المقصود في هذا السياق في قول المصنف: والأصل في مياهنا الطهارة، فإن مقصوده بالأصل هنا أي القاعدة المستمرة. وقريب من هذا الأمر المستصحب، الأمر المستصحب، فإنه يطلق عليه الأصل، وهذان متقاربان. المعنى الثالث، وإن شئت قلت الرابع، فهو إطلاق الأصل على الراجح، إطلاق الأصل على الراجح. فتقول: اختلف العلماء في الوضوء من أكل لحم الإبل، والأصل فيه وجوب الوضوء، أو الأصل فيه عدم الوجوب. عندما نقول الأصل فيه وجوب الوضوء ليس المقصود القاعدة المستمرة ولا الدليل، إنما نقصد بذلك الراجح. فعندما تقول الأصل كذا ويذكر المختار فهو بمعنى الراجح. هنا المصنف رحمه الله يذكر الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، ولا نفسر بالدليل لأنه لم يذكر دليلا، ولا بأنه الراجح لأن هذا مجمع عليه، وإنما يكون الراجح والمرجوح فيما فيه خلاف من مسائل العلم، الراجح والمرجوح فيما فيه خلاف من مسائل العلم. أما ما لا خلاف فيه من مسائل العلم فإنه لا يوصف براجح ومرجوح. فقوله رحمه الله: والأصل في مياهنا، أي القاعدة المستمرة التي لا تنخرم ولا تختل، في مياهنا أي في شأن المياه. وأضاف المياه إلى الناس لأنه يتحدث عن الناس، فقولوا مياهنا النون هنا ناء هنا للجمع، أي مياه الناس، سواء كانت نازلة من السماء، نابعة من الأرض، مطلقة في البراري والمستنقعات، محوزة في أوعية وأواني، في كل هذه المياه، في الماء في كل صوره وفي كل أحواله وفي كل أوعيته، وأينما كان الأصل فيه الطهارة. ولذلك قال: والأصل في مياهنا الطهارة، فكل ماء الأصل فيه الطهارة. ووجه ذلك أن الله عز وجل امتن على العباد بإنزال الماء طهورا، قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا فيه ثبوت هذا الوصف للماء، ولا فرق في ذلك
بين الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، فكل ماء الأصل فيه الطهارة. ثم ذكر بعد ذلك الأرض، أي والأصل في الأرض، والمراد بالطهارة ضد النجاسة، المراد بالطهارة ضد النجاسة، فيكون الأصل في كل المياه أنها طاهرة مطهرة سواء كانت نازلة من السماء أو نابعة من الأرض. وكذلك قوله والأرض، أي والأصل في الأرض أنها طاهرة، ومعنى الطهارة في الأرض أي أنه يجوز استعمالها في التيمم، ويجوز السير عليها، ولا يتحرز من شيء مما على الأرض، فإن الأصل فيها الطهارة. ويجوز أن يصلي حيثما تيسر له من الأرض، ولا يحتاج إلى أن يتحقق ويسأل هل هي طاهرة أو لا، لأن الأصل في الأرض الطهارة. وقد جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ما خص الله تعالى به رسوله دون سائر الأمم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يشمل كل أجزاء الأرض. ولذلك نص المؤلف على الأجزاء، قال: والثياب والحجارة، ليدخل في الأرض جميع أجزائها، فجميع أجزاء الأرض طاهرة. وما جاء في حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا، لا يفيد التخصيص بالتراب، بل هذا يجري فيه القاعدة الفقهية أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يفيد التخصيص، وهذه قاعدة مفيدة، لأنه في الحديث حديث جابر قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام، الأرض يشمل كل ما على الأرض. فلما ذكر في حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا، ذكر جزء من الأرض، أليس كذلك؟ هل هذا يفيد التخصيص؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يفيد تخصيصا، وهذا له أمثلة كثيرة، وهذا منها. ولذلك ذكر الحجارة لأنها بعض أفراد العام، بعض أفراد الأرض، فجميع الأرض بكل أجزائها طاهرة، فلا يحتاج إنسان أن يسأل، ولا أن يتحقق، ولا أن يتحرى، لا في طهارة، لا في التيمم بها، ولا في الصلاة عليها، ولا في غير ذلك. وقوله والثياب يشمل كل الثياب سواء كانت مما يلي البدن أو مما لا يليه، وسواء كانت ثياب مؤمن أو ثياب كافر، فكل الثياب وهي ما يلبسه البشر الأصل فيه الطهارة، حتى يقوم دليل عدم طهارتها. وهذه قاعدة جامعة نافعة، ويحتاجها الإنسان في مواضع عديدة، وهي مما أجمع عليه علماء الأمة، كما حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. بعد ذلك قال رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. قوله الأصل هذا مبتدأ، وقوله تحريمها هذا الخبر، فالأصل التحريم، وهذا يبين ما يخرج عن الحل إلى التحريم على وجه يقيني، وهو ما جاء النص بتحريمه، فإن هذه الأشياء جاءت الشريعة بتحريمها، فلا ينتقل عن الأصل وهو التحريم إلى الإباحة إلا بدليل. ولهذا هذه القاعدة هي في سياق القاعدة السابقة أن اليقين لا يزول بالشك، فما ثبت تحريمه لا ينتقل عنه إلى الإباحة إلا بدليل، وما ثبت حله وإباحته لا ينتقل عنه إلى التحريم إلا بدليل. ولذلك جاء بما يباح الأصل فيه الإباحة، وجاء بما الأصل فيه التحريم، حتى يفعل الطالب القاعدة في جميع الأحكام، لأنه في القاعدة الأصلية ماذا قال؟ وترجع الأحكام، وإحنا قلنا الأحكام كم هي؟
خمسة، منها الإباحة ومنها التحريم. فمثل للإباحة بقول والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذا في الإباحة. ومثل للتحريم بقوله والأصل في الأبضاع والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال والمعصوم تحريمها. قوله رحمه الله الأصل في الأبضاع، لما يقول أصل التحريم هنا لا بد من إقامة دليل، لا بد من إقامة دليل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وسيأتي ذكر هذا الأصل بعد قليل. لكن نحن الآن لا نبحث في أصل الأشياء من حيث هي، إنما نبحث في الانتقال عن الأصل إلى غيره، هذا محل البحث. الانتقال من الإباحة إلى التحريم لا بد فيه من دليل، والانتقال من التحريم إلى الإباحة لا بد فيه من دليل. يقول رحمه الله والأصل في الأبضاع واللحوم، الأبضاع جمع بضع، وهو يطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه. فالبضع في اللغة العربية يطلق على هذا وذاك، يطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به الفرج. فقول الأصل في الأبضاع أي الأصل في الفروج التحريم. ما دليل ذلك؟ قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فجعل الله تعالى حفظ الفرج هو الأصل، وأذن فيه في أحوال، وهو قوله جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقوله رحمه الله ولهذا لا يستحل الإنسان شيئا من الأبضاع إلا بدليل، ولا بد من تحقق شروط الحل. قد يقول قائل كيف والأصل في النكاح الإباحة، لأن المحرمات في النكاح محدودات والمباحات أوسع بكثير من المحرمات. الله تعالى عد المحرمات، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ثم قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآيات، ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلك، أي ما عدا ما نص على تحريمه فهو مباح. فالجواب أن ما وراء ذلك أحل بقيد ولم يحل على وجه الإطلاق. ولذلك الأصل في الأبضاع التحريم حتى يقوم الدليل على الإباحة، والدليل هو توافر شروط الإباحة في تلك الأبضاع. وقوله رحمه الله واللحوم أي الأصل في اللحوم، واللحوم جمع لحم، وهو ما كان بين العظم والجلد من الأنسجة، الأصل فيها التحريم. ودليل ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فلم يأذن الله جل وعلا بالأكل مطلقا، بل قيد ذلك بذكر الله، بذكر اسمه جل وعلا. وقد يقول قائل من حيث أجناس اللحوم هل الأصل فيها التحريم أو الإباحة؟ الأصل في أجناس اللحوم الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم، لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي علي محرما، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالله تعالى نفى التحريم، أمر رسوله أن يبلغ أنه ليس ثمة ما يجده محرما من المأكولات من اللحوم إلا ما جاء به النص، وهو ما ذكرته هذه الآية. لكن تلك المباحات لا تحل إلا بالطريق الشرعي، وهو ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بعد ذلك قال والنفس والأموال، النفس جمع النفس المقصود به دم بني آدم، النفس المقصود به دم بني آدم، فالنفس يطلق ويراد به الدم. ولذلك يقولون في الحشرات التي لا دم فيها ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، يقصدون بذلك إيش؟ ما لا دم له سائل، ما لا دم له سائل. فقوله النفس يعني الدم،
فالدماء الأصل فيها التحريم، وذلك أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فجعل الأصل فيه التحريم والعصمة إلا بما يدل على الإباحة، وإلا بما يخرجه عن حدود التحريم إلى الحل. وقوله رحمه الله والأموال، أيضا الأصل في الأموال، الأموال جمع مال وهو كل ما يتمول، الأموال جمع مال وهو كل ما يتمول، ويطلق على كل ما ينتفع به مما يباع ويشرى، مما يجري فيه البيع والشراء. وثمة تعريفات عديدة للمال، وعلى كل حال المال معروف هو كل ما يتمول، أي كل ما يتخذ الناس مالا فيعاوضون عليه بيعا وشراء. فالأصل في الأموال التحريم، أي لا يحل لك شيء من المال حتى يقوم الدليل على الإباحة. وقوله رحمه الله والنفس والأموال للمعصوم، أي نفس المعصوم ودم المعصوم الأصل فيها التحريم، والمعصوم أي محقون الدم. وإذا ذكر الفقهاء المعصوم أرادوا به المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، وهم كل من حرم الله دمه وماله، وهم هؤلاء الأربعة: المسلم وسبب التحريم فيه الإسلام، والبقية كلهم كفار لكن فيهم ما يعصم دماءهم: المعاهد وهو صاحب العهد، والذمي وهو صاحب الذمة، والمستأمن أو المستأمن وهو من أعطي الأمان. هؤلاء الثلاثة إضافة المسلم كلهم معصوم الدم والمال، كلهم معصوم الدم والمال. فالأصل في المعصومين حرمة دمائهم وحرمة أموالهم حتى يقوم الدليل على إباحة الدم والمال. ولذلك قال رحمه الله الأصل في الأموال، الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، أي أنها محرمة حتى يجيء الحل، أي حتى يأتي دليل الإباحة، حتى يأتي دليل الإباحة، وإلا فيبقى على أصله. وقال بعد ذلك والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه القاعدة هي أصل من الأصول المهمة المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو الحكم في العادات، لأنه تقدم ذكر الأحكام. هو في الأصل ماذا قال؟ وترجع الأحكام لليقين. طيب الأحكام تشمل أمور عديدة، تشمل عادات وعبادات، فما هو حكم العادات؟ عرفنا العبادات الأفعال، أفعال المكلفين إما عبادات وإما عادات. فالعبادات تقدم حكمها سواء فعلا أو تركا، والعادات أتى بها هنا، هي الأصل فيها الحل، لبيان أتى بها هنا لبيان حكمها، وأن الأصل فيها الذي يستصحب ولا ينصرف عنه إلا بدليل أنها مباحة. فقال رحمه الله والأصل في عاداتنا، والإضافة هنا ليست عادات المصنف وأهل بلده وأهل مكانه، إنما المقصود به عادات البشر. الأصل في عاداتنا بني البشر الإباحة، يعني الحل. ثم هذا الأصل لا ينتقل عنه حتى يجيء صارف الإباحة. وهذه القاعدة هي فرع عن قاعدة مشهورة
وهي الأصل في الأشياء. والأصل في الأشياء جماهير العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو مما حكي الإجماع عليه، مما حكي الإجماع عليه. ولما نقول حكي الإجماع يعني نقله بعض أهل العلم، لكن الإجماع قد لا يكون ثابتا، إذ إن المسألة لا تخلو من خلاف. فالقول الثاني في المسألة أن الأصل في الأشياء التحريم والحظر، وهذا مذهب الظاهرية، به قال ابن حزم، وبه قال الأبهري من المالكية، وكذلك بعض فقهاء الشافعية، أن ونسب إلى بعض الحنفية، لكنه قول الأقلين من العلماء والجمهور، والذي عليه عامة العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة. هذه القاعدة متصلة بهذه القاعدة، قاعدة الأصل في العادات متصلة بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. فأدلة هذه القاعدة هي أدلة تلك القاعدة، والأدلة في قاعدة الأشياء في الأشياء الإباحة كثيرة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذا من أبرز الأدلة من القرآن، وثمة أدلة أخرى ومن السنة ما في الصحيحين من حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما أي إثما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا طبعا وقت التشريع. والمقصود بهذا أو الذي يفيده هذا الحديث إيش؟ أن الأصل في الأشياء الإباحة. لماذا؟ لأنه جعل السؤال الذي يترتب عليه التحريم من أعظم ما يقع من الإثم والإجرام في المسلمين، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الإباحة. فقوله رحمه الله: حتى والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، أي الذي يصرف الإباحة عن الذي يصرف الحكم الإباحة إلى التحريم.